ازيك شباب، معاكم حلقه جديده مع يوتيوب جيمنج. عشان نلعب لعبه تشينج ا هومليس. للاسف هيبقى في واحد هنا غلبان ما عندوش ولا بيت ولا اي حاجه، ونحاول على قد ما نقدر نخوض احنا التجربه دي. يعني من الاخر ابو اللذيذ هيبقى غلبان، ما معهوش اي فلوس ولا معاه اي حاجه، ونحاول على قد ما نقدر نعيش بالحاجات اللي موجوده حوالينا. فخلينا ندوس هنا اوكي ونبتدي البدايه بتاعتنا شباب. فخلينا ندوس هناك. تمام، طبعا عندنا تقريبا شخصيات، فخلينا نختار الشخصيه اللي هنا. اوكي، ليفل 1 لسه دونه صغير. طب تعالى نشوف بيت الشخصيات، والله شكلها مقفوله دي ولا ايه؟ اوكي، خلينا ندوس على دي ونعمل استكمال. ممكن كل الشخصيات تتفتح لنا بعد كده. تمام، بقول لك انا مش مصدق اللي هو هيخش ينام في الشارع. الله، ابو لازاريس خلاص هيبقى نهايته في الشارع. وانا بقى لما كنت شغال كنت عايش مع مامتي وبابايا، بس بعد كده للاسف حصل لهم حادثه بالعربيه والمستشفى ما قدرتش تساعدهم، فابو لازاريز بقى مصيره هنا. بقيت متسول. اوكي، عندنا اول حاجه عشان نقدر نعيش ندور على اكل وندور على شغل وندور ونأجر بيت. كل ده هنجيبه النهارده. قول بس يا رب حد يحن علينا ويحس بالمأساة اللي انا موجود فيها دلوقتي. اوكي، موسيقى حسينه. والله شوف ابو لازاريز ماني مركزه، معهوش اي حاجه. كانت شق الشرطه والله. خلينا احسن نمشي بعيد، لان احنا كده دلوقتي المفروض متسولين. نوط هيعمل ايه؟ وط. اوكي، ما اقدرش اخش يعني، ممنوع. اوكي، طب اي حاجه اللي قدامنا نستفاد بيها. اوكي، ناخد الحاجات اللي هنا. استنى كابتن، نقدر نتكلم معاهم. بقول انا محتاج اشتري اكل ولا معيش اي حاجه. انت كمان غلبان زيي. الله، كلنا غلابه. سوري براذر، معيش. انت معاك اي حاجه؟ كل واحد معوش اي حاجه. هنحاول على قد ما نقدر نجمع طيب الحاجات اللي موجوده. ممكن نقدر نبيع البلاستيكات نستفاد بيها. طب نتكلم مع الراجل ده. اوكي، نقدر نشتري هنا البرجر بكام؟ انا معيش والله. هو معايا والله فلوس تمشيني. اوكي، خدها طيب مؤقتا. كده كده احنا معانا حوالي 5. يلا نجمع الازاز اللي هنا، ناخد اليافطه. المكتوب على ايدي، ما ينفعش ناخدها للاسف. نكمل زي ما احنا. طب نتكلم الراجل ده، يا رب يساعدنا. ولا عباية كابتن، ولا هو هنا. اوكي، نكمل طيب الطريق بتاعنا. ابوه ينفع نبدل مع بعض؟ ولا كني موجود يا كابتن. ده انا كني هوا. ابوه لك انت ما تبطلوش. للاسف ابو لازاريس حسن. المفروض نحافظ على الحزن، والاكل بدا ينزل، وكمان عايز ياخد له دش. وقتك خلص بس. بيقول لي روح شوف شغل. للاسف بدا يحزننا اكتر واكتر. يلا طب نتكلم معاها. اوكي، اوه حلو، اول واحده تعطف علينا والله. تلاتك ايه؟ شكرا ليكي. ولا كلب يا كلب. طلع يجري الشاي. والله ممكن نصاحبه في المستقبل ده. يا ناخد طيب الحاجات اللي هنا. والله كتر خيرها، عادتني معايا حوالي 3 كاش هيفيدوني في المستقبل. نجمع طيب البلاستيكات دي. الاكل بتاعي بدا ينزل، لازم نروح عند الراجل عشان نجيب اكل. قول له ممكن لو سمحت فلوس. بيقول انت هتهزر. لا اخلع على الله يسهلك. اوكي، يلا نكمل بسرعه. نتكلم مع الراجل. بيقول لي شوف واحد تاني. عمال يحزنني كله بصراحه، مقفلها في وشي. والاكل بتاعي بدا ينزل، لازم نروح للراجل. اوكي، نجيب شوية سندوتشات. اوكي، نخرج من هنا نشوف طيب الحاجات اللي معانا في الشنطة. عيل، قول يا ابو اللذاريز. تمام، الأكل بتاعنا يعتبر كويس. نقدر نخش هنا الشوب. ده عنده كمان أكل هنا نقدر نشتريه. والله بس غالية، بس هتزود لنا حوالي 30%. نقدر كمان نجيب حاجات تانية. اوووه، مخدة بس يا جدع بتسعة كاش. يا عم والله ما معانا فلوس، لو معانا كان يجي على ودنك يا عم، كان زماني مروقك. اوكي، يلا بقى شباب، تشجيع لابو لازاريس. ما تنساناش بابو اللايك عشان باذن الله نلاقي بيت النهارده. شكلنا هننام في الشارع الساعه 6 والله. طب نشوف هنا الايجار بكام. اوكي، محتاجين هنا نفتح اكونت تقريبا. لازم نفتح اكونت في البنك ومش عارف ايه ومدرك ايه وبتاع. عم بنك ايه؟ انا معيش فلوس اساسا. هقول له هفتح بسبع كاش. قول لي انت هتهزر. اوكي، جمعوا مننا الحاجات اللي احنا جمعناها واعطونا شويه كاشات، والله كويسين. يبقى دي اللي بتجمع البلاستيكات. طب نشوف هنا، اخدنا الجرنان. مش انا بقول لكم اي حاجه، العصفوره الغرسه دي بتاع تاخدها مني. نتكلم مع الراجل ده. يا رب يقدر يساعدني. يا رب يكون ده. اقول لك اني اتكلمت معاه اساسا، بس الحمد لله هو ما حرجنيش. والله كان هينزل لي الحاجه. اوكي، بتقول انا اسفه. ولا يهمك، تقدر تساعدني انت كمان. والله راجل محترم، بيقول لي هشوف. اوه شكرا ليك والله يا حبيب قلبي. النهارده شكلنا هنقدر ننام.
اه محتاج مخده مش قادر يمشي وانا معيش اي مخده. اوعى تقول لي مستر فايب. اوكي اليوم الاولاني خلاص الحمد لله، بس كانت العمليه صعبه. يلا كمل دور. طيب في الزباله اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. عايزين ناخد لنا دش. بقيت ظبط اي حاجه لله لله حاجه اي حاجه لابو اللزليز. اوكي لو سمحتي يقدر يساعدنا ولا عبرني. اه الشرطه الشرطه مش بعيد. ناخد بس نجمع، احنا بنلب الزباله اللي في الشارع. والله احنا ماشيين اهو كل حاجه تمام 100 100. نقدر نتكلم مع الكابتن ده بقول له سمحت محتاج اه وبقول له تقدر تقدرش تعمل حاجه هنا. انا اسف الناس بيقولوا امشي من هنا. حاضر نجمع بلاستيكات نجمع البتاع. والله كان هيتقبض علينا احنا ناقصين. ناخد ده كمان. لا 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 انا بعمل ايه قدامه؟ الحمد لله ما سمعنيش. ناخد دي كمان. جمعنا شويه ازايز. ناخد كمان البتاع ده ايوه شويه العلب. والله الاكل بتاعنا خلاص الحمد لله جيت في الوقت المناسب. انت اوكي اشترينا اتنين. نشوف الشنطه بتاعتنا ناكل الاكل ده سريعا. اوكي اكلي مشينا يعني. دلوقتي احنا محتاجين ناخد لنا دش. احنا ممكن نعمل مشاكل كمان. ده احنا المستوى بتاعنا مستوى العاشر واحنا لحقنا. اوكي نقفل الشنطه بتاعتنا. طيب نتكلم معاها يا رب تقدر تساعديني ولا عبرت ولا كني موجود. اوكي بتقول انت تقعدش تاني. حاضر انا اسف. ناخد ده كمان. تمام الشرطه جايه والله هنروح فيها. ناخد ده كمان. نتكلم مع الكابتن ده. اي حسن يا ليله بيقول انت هتهزر يا عم. انا مش جاي اهزر معاك يا عم. معايا الست كاش والله. ده احنا ما صدقنا نحافظ على الاورانيين. للاسف صرفنا جزء منهم على الاكل بتاعنا والجزء التاني ما نحاولش نقدر نجيب بيه المخده اللي نفسنا ننام عليها. اي حاجه اللي معلش انا اسف مش هقدر اساعدك. اوكي طب نخش الشوب ده نقدر نجيب سندوتش والله هيفيدني بس سعره غالي شويتين. اه نقدر نزود البتاع دي. بس غاليه كام؟ ايه ده والله سعرها حلو. انا ما خدتش بالي من السعر. حلو ودي شرابات مش هقدر انا اسف. خلينا نشوف دي هتساعدنا نزود لنا الحاجه دي 100 100 كويس. والدنيا بدات ترخ علينا. ناخد ده كمان. نشوف طيب دي آه والله السعر عالي شويتين. نشتري طيب عصير على السريع. والشنطة بتاعتنا بقت فاضية. دي بتزود السعادة. انت بتستهبل. يا رب يا رب بسرعة بالشرطة. بدور هنا في الباسكت اي حاجة. كيف مفيش اي حاجة فين بتاع الشب. يا رب اي حد بتاع اكل اهو. الحمد لله جيت في وقتك والله. الهرس بتاعها اروح فيها. اشتري انا تفاحة منه. والكاشات معايا خلاص بقى معيش غير واحد كاش. كل 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 بسرعة بسرعة الحمد لله. ايه ده بس كده والله بيستهبل. احنا عايزين ناكل تاني تفاح والله سعرها غالي. كل كل قلت واحده يا دوبك بتمشيني بالعافيه. انت بتغلي الاسعار بتستهبل. لما صدقت اجمع الفلوس. نجمع طيب الحاجات دي كلها. تمام نروح بعد كده للشوب وان شاء الله نلاقي فيها حاجه مفيده. يلا باللزريز نقدر نخش الحمام نقدر نستحمى. حلو نقدر ناخد حاجات من هنا كمان. كيش ننجز وقت وممكن نيجي الصبح. تمام نريح. قول الاكل بتاعي الاكل بتاعي. يا لهوي خش خش نام خش نام يا جدع. الاكل بتاعي على اخره شكلنا. آه الحمد لله يومنا خلص عدى على خير. خلينا نعمل استكمام. ما لقيناش اي حاجه لغايه دلوقتي. يا رب تزود الكاشات بتاعتنا. بدي اللي بتزود الكاشات اللي عامله زيك الناس كلات. اي اكل هنا والله ما عارف ده هيكفينا ولا لا. ندوس هنا. اوكي اي حاجه والله هروح فيها. اشرب دي. يخرب عقلك انت بتزود ايه؟ والشرطي كمان موجود هنا؟ ربنا يستر. جعان جعان يا راجل ده يا رب. لا 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 اوه قول لي انا شفتك قبل كده. طب استنى يا عم ناخد ده. طيب ده يا رب يدينا كاشات. كابتن اي حاجه. اي حاجه يا ابو اللزليز والله ولا عبرنا. لو سمحتي مفيش اي حاجه والاكل بتاعنا بينقص. اوه كتر خيرك والله انت ثلاثه كاش الحمد لله. خلاص ما تستهبل يا ابو اللزليز. نروح نشوف شغل. حاضر يا عم انا هشوف. اوكي ناخد طيب نفتح هنا الحجم. نقدر نجيب ايه؟ اوكي نقدر نزود. والله سعرك عالي يا عم بس اعمل خصومات كتر خيرك. الله نشتري دي. طيب تمام نفتح الشنطه بتاعتنا نزود الاكل بتاعنا. افتح افتح افتح. تعطيني كوبايه فاضيه. انت بتستهبل ولا ايه؟ يا راجل انت بتستهبل. ناخد دوره كمان. طيب شويه العلب. اه ما ينفعش الشنطه بتاعتنا مليانه على اخرها. نقدر نروح المكتبه. لا سيبكم منها دلوقتي. البلاستيكات دي كلها احنا عايزين نروح نغيرها سريعا سريعا لان الاكل بتاعي تقريبا خلاص. ما ينفعش اروح هنا حتى. في حاجه هنا. اوكي غسل وشه. تمام
كده احنا المفروض 100 100 مستحمينه كله 10 10 يا رب نخش. طيب هنا لا مش ده المحل، المحل التاني يا رب يكون موجود. ايوه بتاع البلاستيكات. شباب نقدر نشتغل دلوقتي، بس يقول لك لازم يكون عندك شغل ولازم يكون عندك 200 كاش. يا راجل عشان نشتغل في المكتب ده 200 كاش مره واحده والكلب طاير هنا. اوكي دلوقتي هنا نقدر نشتغل توصيل طلبات، بس لازم يكون الاسكالات بتاعتنا مطوره ان شاء الله نطورها. اخيرا لقيت بتاع الاخيرا يا جدع. خد يا عم والله ده انا كنت ماشي في فرح معايا حاجات بالهبل وضيعت عليها حاجات كتير. اقول لك ايه بس خد يا عم البلاستيكه دي ونديها له بسرعه. اوكي اي حاجه 7 سنت شغال احسن من مفيش. نجمع طيب الحاجات اللي هنا كمان. اوكي ندور على اي حاجه نكلم. طب يا كابتن مفيش اي، على بالي بالصبح مش لاقي اكل. حلو والله يا راجل محترم. طب نجرب مع الانسه فيري براذر. اوكي ما عندهاش اي حاجه تقدر تساعدني بيها كتر خيرك. كيف؟ لا 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 الشرطه 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 مش بعيد. اوكي نعدي بس الاول نكلم مع الكابتن ده. لا 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 بقول له لو سمحت ساعدني. انا اسف يا عم الشرطي. واللي اتحرك من هنا الليفل بتاعنا على ولا ايه؟ يا لهوي بقى 20. انا كده ممكن اتحول بقى مجرم والله. انا مش قصدي، انا كنت بس جعان غصب عني. دي بكام؟ اشتريها؟ نزود يزود الهيلث بتاعنا بالعافيه. نقدر نجيب حاجات تانية وممكن ناخد شاور سريعا. ايه اطلع بقى من هنا. شكرا ليك يا عم. ناخد لنا بقى البتاعه دي سريعا. حلو نكمل بقى في الطريق بتاعنا ونحط امل ان احنا ان شاء الله نقدر ناجر حاجه النهارده. نجمع ال 10 كاش نشوف الكابتن ده يا رب يساعدنا. بس اهم حاجه نخلي بالنا كتير قوي من الشرطه. في واحده والله خيرتني دلوقتي، ممكن اجيب هدوم جديده وممكن اجيب تليفون. لا يا عم هات الهدوم. قلت له انا مش مصدقاك. استني بس كيت علي هنا ماشي ثابتنا. اوكي رجعنا للغلب تاني. كمل كمل ان شاء الله في امل لو سمحتي. نقدر نطور كمان من الحاجه بتاعتنا. اوكي يا رب بس الشرطي والله يا عم انت بتجري ورايا. واو شباب جد الحمد لله زي شغلانه. اوكي بيقول لك نسبه النجاح والريسك 30%. اوكي خلينا نشوف يا عم. انا موافق خدني معاك الشغلانه بس الاقي، لان انا معيش فلوس والله. فلوس رايحه فيها الحمد لله. اشتغلت كده 100 100 فين الكاشات؟ الله عليك الحمد لله خدنا الحاجه. نقدر نروح هنا تاني بس خلينا نجيب اكل. الاكل بتاعك خلاص كل حاجه تقريبا بدات تنقص. دور دور بسرعه بسرعه بسرعه. بس خدنا شويه كاشات كويسه يا رب الشوب. هات يا عم اي حاجه عندك هنا نشتريها نخسر سنانا. اوكي مفيش حاجه دي. انت باي نافوره نستحمى فيها والبتاع بتاعتنا نقصت. وللاسف الشغل ده اخدنا وقت كبير بس هنعمل ايه ما عندناش اي حل تاني. اوكي ندور ندور هنقدر نصر وشنا هنا الحمد لله. بسرعه بسرعه ايوه زودها كمان. اوكي زود 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 50% زودها. طيب ما وصلنا 100% ايوه حبه كمان ماشي 50%. نجرب الكلب ده. كابتن يا كابتن كلب انت يا عم طاير والله. الاكل بتاعنا برضو بدا ينقص تاني. ممكن نقدر نشتغل والله. الايام بتجري بسرعه وللاسف في يوم تاني. خلينا نشوف سي هاي. اوكي نعمل استكمال يا ريت. يا حلاوه كمان الشتاء جاي. هي ناقصه ساعه ده انا بتكتك من غير اي حاجه. ده انا كنت في الصيف ومحتاس اي حاجه لله. يا رب تعبرني باي حاجه ساعة. اوه والله كتر خيرك محترمه. طب الساعه والكاش نقدر نتكلم معاه. العمليه بقت صعبه دلوقتي. اوكي نمشي من عنده وبدات اسقع. خلينا نشوف هنا. اوكي نقدر ناكل الاكل الحمد لله. نقدر نغيرها مقابل الكاشات من عند المكان بتاع الريسايكل. استنى شوف ده بتاع ايه؟ بتاع الجواكت. شوف اسعاره يا رب يا رب. شوف الاسعار عنده بكام؟ اوه يا راجل ب 8. ده احنا مجمعين البتاع بالعافيه. يا رب نلاقي اي وظيفه تاني لان احنا كده في الشده شكله هيبقى ده نهايتنا. والله تصدق مغامره وفعلا حاجه صعبه ان انت مش لاقي اي شغلانه مش لاقي اي حاجه ومش قادر كمان تشتغل مش قادر كمان تاكل ولا تقدر تخش الحمام ولا قادر تعمل اي والله ما لاقي حمام يا جدعان. اوكي نخش هنا طيب سريعا اي حاجه. اوكي نقدر دلوقتي نعمل السليب ماشي. نقدر نتدفى هنا الحمد لله. المكان ده حلو. ممكن نستنى لحد الصبح بس خدوا بالكم من الاكل. اتدفيت بس خلينا نجيب اكل سريعا. والله سعره عالي شويتين. نشرب العصير. يخرب عقلك ما زودش حاجه. الهيلث بتاعي
في الاكل صفر. دور 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 اي حاجه، نكلم الكابتن ده راجل محترم لو سمحت، اي حاجه 5 كاش 6 7 كاش اي حاجه لله. طب أي انت معاك اي حاجه؟ انت انا معاش اي حاجه. طب هات البلطو. طيب بس تغطى بينا تك تك تك. ايه لازم 8 بي ام؟ والله احنا قربنا على وشك ده. ده انت كمان؟ والله انا معايا حاجه يا عم، احنا الاثنين هنشحت جنب بعضينا، احنا الاثنين محتاسين. اوكي شكله رايق وعايز يرغي ويحكي حلاويت يا عم. بقول لك ايه، سيبك مني دلوقتي، انا مش فاضيلك بصراحه، انا عايز ارجع مره تانية اشوف البتاع واشوف النظام عامل ازاي، والبنك مش هنقدر نفتح حساب خالص، صعب قوي نفتح اي حاجه غير لو احنا عندنا وظيفه. خلينا نتكلم مع الكابتن ده. 7 كاش اوكي، ده انت نار يا عم. اه شكل العربيه جاء حلو، يا رب نتكلم معاها. شباب نقدر ناخد البتاع؟ يا لهو بس الشرطه لو جت هتودينا فيها. معلش انا عملت حاجه غلط دلوقتي، ربنا يستر ما نتمسكش. يلا ابو اللذيذ، انا واحد مضطر. اوكي جمعت 9 كاش زي الفل. اه الشرطي كان معدي الحمد لله، هو ما خدش باله. نحط الحاجه الحمد لله، جمعنا 10 كاش، عايزين بس نقضي يومنا نقعد ناكل وكده ونتغذى. ده عشان اتكلم مع... استنى 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 استنى، انا عايز اعرف بس الاول حاجه ده اقدر اتكلم معاه، مش عارف هيفيدني بايه. دفعت له حوالي 7 كاش. طب ايه اللي موجود معانا في الشنطه؟ حلو 100 100 اوكي كده، انا الحمد لله الجو بتاعي بدا يتظبط، نقدر نرجع مره ثانيه. الساعه دلوقتي بي ام، فاحنا نقدر نخش هنقدر نغسل الهدوم بتاعتنا، هياخد ساعه، والمبلغ اللي هياخده حوالي 3 كاش سعر غير، هيبقى يومنا الثاني. يومنا ثاني يا معلم، ما لحقناش. بص هنا اوكي، ابو الاساس قاعد متكتك لسه. اوكي كمل، بيني وبينكم العمليه صعبه بس في عربيه ثانيه، بس انا قدام اسم الشرطه يخرب عقلك. لا هتروح تبلغهم؟ ابوس ايديكي، انا مش ناقص الليفل بتاعي. والشرطي جه قبض عليا. الله يرحمك يا ابو اللذيذ. بيقول لي انت بتعمل ايه؟ بيقول لي امشي من هنا. اه شكلي دخلت السجن. يلا ليله في السجن، هنعمل ايه طيب؟ اوكي دخلنا للاسف السجن، ضيعنا ليله في كل حاجه تقريبا. الاكل بتاعنا الحمد لله زاد ماشي، طبعا السياره بتاعتنا بايظه خالص برضو، نفس القصه اللي عايزين ناخد لنا دش ونظبط. فخلينا نشوف لو نقدر نعمل اي حاجه، ومعناش غير 1 كاش، حتى ما يكفناش نعمل اي حاجه، ومفيش اي حاجه موجوده متاحه حاليا قدامنا غير احنا ندور على وظيفه. يا رب اللي هي في اسرع وقت. سالت نفس السؤال دلوقتي، انت محتاج ليه؟ عايز تاكل ولا انا بقول لها عايز اروح بيهم البيت؟ لا بيت ايه، ما عنديش بيت، انا بقول لها انا فعلا جعان. والحمد لله عطتني 130 حلو، عطتني دولار و30 سنت. كان الشرطي معدي من جنبي، والله كتر خيرك جيت في الوقت المناسب. نقدر نزود الهانجر بتاعنا ونقدر ناخد لنا دوش، انا شايف الهانجر بتاعنا كويس، خليه بعدين. اوكي الشرطي جاي ورايا، خلينا نشوف. طيب هنا لو نقدر ناخد دوش نجمع طيب الحاجات اللي موجوده عندنا، يلا خدها خد ده كمان حلو. يلا دلوقتي احنا ممكن نخش المكتبه ونقعد نتعلم تمام، بس المشكله بقى في ايه؟ اللي احنا لازم يكون لينا عنوان عشان نقدر نخش شباب، او تدينا كارت نقدر نخش بيه المكتبه، فهي مش هتقبل تدخلني للاسف، ونبدا نتعلم ونطور مهاراتنا وبالتالي نقدر نجيب وظيفه. هنشوف طيب ايه هنا؟ كل حاجه الراجل ده اسعاره نار. مش عايز اشغلنا نفس القصه، لازم تتعلم، بس هيدينا في الساعه حوالي 3 كاش. يلا مالناش نصيب بقى للنهارده، نشتغل كفايه قوي قضيناها، لان قضينا نعيش ايام فترات كويسه، والهيلث بتاع والاكل بتاع نزل بطريقه رهيبه عشان الشتاء بهدل الدنيا وجوعني اكتر. طبعا يا شباب انا عارف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو انسى نزل واعمل لايك، واتمنى انكم تشتركوا معايا في قناه لسه جداد معانا. خش انام بقى في الحمام لان الدنيا بتكتكه، خد لك دش يا ابو اللذيذ. ايوه يا معلم ريح شويه، بس الشتاء ده يخلص والجوع بتاعي زاد. لا بجد حاجه صعبه، وتجرب حياه الهومليس صراحه صعبه جدا، اليوم بيعدي كل مره بصعوبه. طبعا انا هقفل عدينا، فلو عجبك الفيديو تنسى ناس بابا لايك، واتمنى انكم تشتركوا معايا في قناه لسه جديد معانا، ومره جايه فيديو جديد معايا ستيوب جيمنج. يلا سلام.